في معلومة كهربية لذيذة كده على السريع، بتقول لك انك اوعى تستبدل الفيوز السيراميك بفيوز زجاجي، لان الفيوز السيراميك ده بيكون له مواصفات مش موجودة في الفيوز في الزجاجي. الغالب الفيوز السيراميك بيكون مصمم علشان يتحمل الجهود العالية، ودايما تلاقيه في الباور سبلاي اللي هي تكون صناعتها محترمة، لان انصهار الفيوز او تلف الفيوز في الاجهزة دي بيكون مصاحب بشكل يشبه الانفجار اصلا مع الجهود العالية، فعشان كده تلجأ الشركة المصنعة ان هي تخليه من السيراميك. حتى لو هتستبدله بنفس الامبير، فما ما ينفعش ابدا تستبدل الفيوز السيراميك بفيوز زجاجي، لازم يكون فيوز سيراميك زيه. لايك وشير وفيد الغير. السلام عليكم.